السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت واجدو بمنطقة المنصورية تابعة لبن سليمان، بالضبط دوار بن راشد. واحد السيدة كتشتكي من الهدم اللي هدموا لها المنزل ديالها بعد ما كانت ساكنة فيه تقريبا مدة ديال عامين، واليوم جاو هدموا لها بلا ما يعلموها، بلا ما يقولوا حتى شي حاجة. واللي زاد في الطين بلة وهو أن أحد المسؤولين في السلطات المحلية كيقول لها سببكم وجيرانك، أنت كتقيلي الداعية معاهم، هي عندها شي مشكل مع الجارة ديالها مخاصمة هي وياها وداعية هي وياها، لكن باش تدخل هادي في هادي هي مسألة اللي ما مفهوماش. هو كيبقى مسألة ديال البني عشوائي وتم الهدم ديالو، لكن ما عرفناش الحقائق. تقولوا لنا السيدة السلام عليكم. وعليكم السلام. وصلنا تفضل لالا، قولي لنا المشكل ديالك شنو. اليوم كنت جالسه مع تقريبا مع ديك 12 وشي حاجه، ما عليا ما بيا، حتى كنسمع في خبيط بق بق بق. ملي جيت نشوف لقيت السلطات الجدار، انا جالسي انا ولدي جالسين، ما علينا ما بينا عادي، وما كيريبوا وما كيريبوا، ما خافوش يطيح شي حاجه على الدراري، ما خافوا لا حتى شي حاجه. واش هما كانوا علموك انه غادي يريبوا ولا ما علموك؟ ما علمونيش، وما جابوا حتى شي وثيقه بانه انا محكوم عليا بالهدم نهائيا. لا سولتيهم على الوثيقه؟ سولتهم وقال القيد ديالنا اللي علينا حنا، قال راجلي ماشي سوقك داك الشيء. كيفاش بالسوق؟ ماشي سوقك زعما في داك الشيء. وهاد الديور اللي في جنابكم هنا في ناس كاع كلهم كيبانوا لي راه باقي ليها جور كيبان، واش حتى هما ما هدموا ليهم ولا شنو؟ ما هدموا حتى شي واحد ابدا. جاو هدموا ليكم انتم؟ فقط انا. وهادو مالهم عندهم ترخيص؟ ما كاينش ترخيص نهائيا في البنية العشوائي. فلاحية هادي بعدا اصلا، شنو ترخيص؟ فلاحية وما فيهاش، ما كاينش ترخيص لتا شي واحد. شحال من عام جيت هنا؟ عامين. عامين؟ عامين من كورونا جيت هنا. بنيتي هنا؟ ملي كنتي كتبني ما جا دق عليك حتى شي واحد؟ ما قال لك لا ممنوع عليك تبني؟ في الاول وقع لي مشاكل وكنت كنعطي الفلوس وكذا وكذا. كيفاش كذا وكذا وكذا؟ كتعطيهم فلوس؟ عطيت الفلوس. في الاول عطيت الفلوس. عطيت الفلوس وعندي ادله، وعندي ادله دابا نسمعهم ليكم. واخا كنتي قلتي على ان خداولك شي تليفون؟ ما خداو لي التليفون ملي كنت كنسجل، خداو لي التليفون ومسحوا لي داك الشيء اللي سجلت كامل. علاش عايرتيهم؟ ما عايرتهمش، غير بانهم هما ما عندهمش الحق باش يخرجوا اصلا يريبوا، باش ما يبقاوش عندي انا دوك الادله. ولكن هو دليل على انهم يريبوك دابا من حقك تسجلت دابا كاع وتطالبي بحقك. انا كنطالب بحقي والله العظيم، الا انا متضرر، انا دابا متضرر. تخيل انت بنادم كطالبو كتقول لي صافي غنحبس وما تيبغيش يحبس كيزيد السمر. زيد كملي. دابا دابا بالنسبه لكم دابا نتوما هاد السكنه هادي عندكم غير هادي صافي بوحدها؟ عندي هادي والله سبحانه وتعالى هادشي اللي عندي. يجيك وداك الشيء فين دايرينو؟ انا تما في ديك البلاصه. انا بالك لي عندكم هنا جهه فيها جهه شريفه. واخا شريفه نكملوا مع السيده كنهضروا معاها. اجي غتهضري تعالي عندنا هضري معانا. غير بالنسبه لهاد البني هذا، واش هو جديد ولا قديم؟ لا قديم دابا. قديم انت كتشوف فيه مرطاب على مال في القيد، فين كان مثلا ملي هو خضر؟ علاش ما جاش هو خضر؟ يعني نورمالمون خصو يجي والبني خضر، الياجور خضر. هو دابا الياجور كريم مرطاب كلشي، علاش جات لدابا؟ لا بلاتي هادو كاع كلهم دابا جيران، ما حتى شي واحد مقاس عمر لقيت ما شفتو جريم. تقريبا لقيتيهم في يابانيين ولا؟ لا كاين اللي بنى معايا وكاين اللي بنى معايا. كاينين ما ريبوش؟ لا ابدا. انت عندك الوثائق ديالك ديال الارض؟ عندي. عندي. وعلا زعما ما دفعتيش مثلا تاخذي الرخصه وتبني؟ ما كيعطيوكش، انا ما بغاش يعطيني حتى شهاده السكنه باش ندخل الماء ما نشرب، رافض يعطيها لي القيد. كيفاش الماء ما تشربيش؟ ما عنديش الماء، انا مازال كنطلب من عند الجيران الماء، راه تشوف البرامل. مازال كنطلب الماء. الضو جاري خايط فقط من البوطو عشوائي. وهاد الناس اللي حداك عندهم الضو مدخل؟ عندهم الماء، وكاين اللي مازال ما عندوش. لا هضري انا اللي عندهم الضو والماء. كاين عند الفئه قانوني داك الشيء. عندهم. وعلاش جيتي لا مالك؟ انا ما بغاش القايد يعطيني شهاده السكنه باش نقدر ندخل. واش كطالبي يا شريف؟ نطالب بالتعويض ديال هاد الخسائر اللي ضعت فيها.
ندخل الماء والضوء بحال بنادم وصافي. هادشي اللي كنطالب به وناخذ حقي من ديك السيده. لا السيده بالضبط، واش دابا انت دابا حيت قالوا لكم راه السيده، حيت السيده لا راه السيده هما قالوها، السيده هي اللي دارت لي هذا المشكل كامل، لان هي عندها المعرفه. عندها المعرفه تما في الجماعه، عندها ولد ختها كاين تما خدام شي حاجه. انت بنيتي انت بالضبط من كورونا؟ انا جيت هنا في كورونا، راه عندي الوثيقه ديال التنقل خديتها من هنا ديال كورونا، راه باقي عندي. تقريبا تقام عليك الخساره ديال هذا البيت هذا اللي هذا الشيء كيتقام علينا حنا من الدوبل. حنا باش كتدخل سلعه يعني ما يشوفك حاد وكذا وكذا وكذا، راه كتدخلها بالثمن مضوبل على باش بالثمن ديالها الحقيقي. وهذا الشيء اللي شريتيه هنا ملك اولا شريتيه غير عشياء وعشوائي لا عشياء، كل شيء هذا الشيء كله بحال هكا كونترا مول الارض. مول الارض كاين هنا ولا ما كاينش؟ كاين حتى هو اللي خديت من عند انا ما كايناش هنا. في شاري على شاري. شاري على شاري. شاري على شاري، والشاري الاول علاش ما بناش هو هنا زعما؟ راه مازال هاد البقعه راه ديالو، الشاري الاول هاد اللي حدايا ديالو. دابا اللي بغى يبني هنا هنا فينا ما يعطيوش الرخصه. اللي عنده الفلوس غيبني. شرحي لنا اللي عنده. اللي عنده الفلوس وعطى شي فلوس صحيحه غيبني. دونك هنا قضيه فيها الرشوه. فيها الرشوه. نعطيو الرشوه. الرشوه تبني. ما تعطيش الرشوه يعني ما تبنيش. لا واش هادشي هذا عندك شي حجه عليه؟ عندي حجه، نقدر نسمعها فيك، عندي حجه. النداء ديالك. انت كتشوف واش مثلا نقدر نعيش بحال هكا؟ والبرد. هنا ما يعيش هنا حتى بهيمه وحيوان ما يقدرش يعيش في هاد الحاله هكا. وما يقدرش انسان يعيش بلا ما بلا ضوء. وانا داكشي وكنت صابره. لما لا ضو وصابر ما عمرني هدرت، راه هما ما بغاونيش نهدر، خاصني نبقى انا ساكته تحت الضغط. شكرا اختي، نخليهم نشوفوا عطينا الميكرو نشوفوا حجم الدمار اللي وقع لي، لان هذا دمار ما غاديش نقولوا ترياب وانما دمار. ملي كتجي قرار على جميع كنقولوا راه قرار ديال الهدم للجميع، ولكن إلا جا على طرف واحد ربما الآخرين عندهم الرخص، لكن إلا كان كيتعطى الرخصة لواحد راه يتعطى لجوج يتعطى لثلاثة، يعني باش ندمروا دار منزل بأكمله بالنسبة لأسرة وحدة، يعني شي حاجة كما كتشوفوا معايا راه كاينين ديور أخرين، باقي فيها جور كيبان، باقي فيها شي كيبان. هنا ما فهمتش انا هاد القضية ديال ما فهمتش هاد القضية ديال الترياب، علاش بالضبط اللي تريبت غير هنا فقط؟ غير هاد المنزل بوحدو تريب ديال السيدة، ويعني ما فهمناش كما كتشوفوا هنا كما كتشوفوا هذا الجانب الآخر من المسكن. هنا كاين واحد بيت اخر، لكن للاسف الشديد الجهه الاخرى بقاو معنا غادي نشوفوا خارج المنزل باش يتضح ويبان يعني حجم الخساره اللي وقعت. هذا هو حجم الخساره اللي طرات في هذا السكن. هنا كما كتشوفوا كانت مبنية الدار، وأصلا بعدا المكان صراحة والواقع هو غير لائق أصلا للسكن، في جانب واحد الواد ما عرفنا واش واد حار أو شنا هو. بالنسبة للديور اللي مبنيين ما كاينش داك التصميم يعني باش نقولوا الرخص أو ما شابه ذلك، هذا واد حار أكيد أن ريحته عاطية. هذا هو المسكن اللي كنتكلموا عليه من بعد ما تعرض للدمار. حنا ماشي ضد القانون، حنا ماشي في صف هذه المراه ولا ضدها، حنا فقط مجرد تساؤل كيتطرح علاش هذا المنزل دون باقي المنازل، دون ان تنعم هذه السيده بالاولاد ديالها والزوج ديالها بحق العيش، بحق في
في استعمال الضوء والماء اللي هو من ابسط المسائل اللي تقدر تطالب بها او اللي يطالب بها اي كائن بشري هو الضوء والماء. للاسف الشديد رابط الدار رابط الاحلام ديال هاد السيده هذه اللي باقا في مقتبل العمر عندها واحد الابن صغير بقي الله كي لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. كيعجز اللسان على الكلام كما كتشوفوا السيده وهي واقفه على الاطلال واقفه على الخراب واقفه على كل ما بناته من حلم كل ما بناته من امال في هذا السكن هذا ضاع في واحد اللحظه من لحظات ديال اتخاذ قرار بناء على ماذا ما عارفينش. حنا ما عندناش حيثيات لكن السيده طالبت على ان تشوف شي وثيقه من الوثائق ديال اقرار هدم او لا شي حاجه ما توصلاتش. الى هنا نقول الامر بين يدي السلطه والسلطه المحليه ادرى بامورها والسيده عندها ما يفيد عندها باش غادي تقدم وغادي ترفع دعوه باش تسترجع الحق ديالها. كنتم معنا عبر مغارب نيوز وعلى المباشر. راه ما دقوش عليا خويا حتى الباب حتى الباب فجاو باش يدقوا عليا ويعد باش يدقوا عليا عليا الباب ونخرج ونهضر معاهم عاد باش يعلموني ما علمونيش وعرفوني انا كاينه كون طاحت عليا مثلا شي حاجه هنا كتولي مساله اخرى. كانوا كيجيو يدقوا كانوا كيجيو عندي في الاول كيدقوا دابا ما كاينش دقه نهائيا. ملي كانوا كيجيو يدقوا عليك كانوا كيريبوا لك ولا كانوا كيتخلصوا منك؟ لا مره واحده اللي ريبوا لي حبسوني في البشاويه ما كنتش نخرجوني بطريقه فنيه وخرجت وتحبست تما داك النهار ما كانش حتى الخدمه. واخا كنتم معنا عبر مغارب نيوز وعلى المباشر من اولاد بن دوار بن راشد في المنصوريه بن سليمان. الى اللقاء لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.